بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل حظر لأي شخص على تطبيق اكس او تويتر سابقا. طريقة سهلة جدا وبسيطة نتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. وليكن على سبيل المثال هندخل على اكونت اي شخص دلوقتي، وليكن هندخل على ايلون ماسك اهو اللي جه قدامنا بقى وخلاص. بعد كده هندخل على الايميل بتاعه من هنا، بعد كده هنضغط على الثلاث نقط اللي موجودة فوق على الشمال، وبعد كده هنضغط على كلمة حظر، بعد كده هنأكد عملية الحظر تاني. كده خلاص احنا عملنا حظر لإيلون ماسك. ودلوقتي عشان خاطر بقى نقدر نفك الحظر ده، هنرجع بره خالص ونروح على الإعدادات، هنضغط على صورة البروفايل بتاعنا من فوق هنا على اليمين، وبعدين هنضغط على الإعدادات والدعم، وبعدين هنختار الإعدادات والخصوصية، وبعدين هنختار الخصوصية والأمان، وبعدين هنختار الكتم والحظر، وبعدين هنختار الحسابات المحظورة. بعد كده هنلاقي هنا كل الأشخاص اللي احنا عملنا ليهم حظر قبل كده، فعشان نفك بقى الحظر من عليهم هنضغط على كلمة محظور، وزي ما حضراتكم شايفين كده لغينا الحظر بكل سهولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله أرد عليكم على طول، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.